لوال امام محمد الترخاني يتعثر يبيع عليه الكره ويدخل الهادي برخيصه الهادي برخيصه يدخل ويراوغ والهدف الثالث الهدف الثالث من هادي برخيصه يتعثر لوال يدخل برخيصه يتكل كره من شويه المدافعين يتوقع المنطقه الجزاء ويحقق الهدف الثالث لصالح الترجي الهدف الثاني في رصيده الزاوية اللي وقف فيها الحارس وارتدوا إعادة حوار يتواصل والكرة في الزاوية والهدف الثالث يجب برخيصة في الدقة التاسعة من الشوط الثاني لصالح النادي الافريقي الجهه اليسرى حاليا فيها اسامه السلامي وايضا زهير الذوادي توغلات خطيره من الجهه اليسرى بالنسبه للنادي الافريقي كره مقوسه ولصعد الورتاني والهدف الاول لصعد الورتاني يفتتح النتيجه قائد النادي الافريقي لصالح النادي الافريقي في الدقيقه 72 بالنسبه لهذه المباراه اذا الهدف مقابل صفر على مستوى القائم الاول التوسيعه من اسامه السلمي ولسعد الورتاني وفرحه كبيره بتبع عناق مع المدرب عبد الحق بن شيخه قلت الكرات الثابته خطيره في نقايه الاجوار واسامه السلمي وزع ولسعد الورتاني يسجل اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي عاده من جديد اسامه السلمي ولسعد الورتاني يتفادى خروج الحارس حمدي القسراوي اسامه السلمي مقوسه ولسعد الورتاني اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في هذه المباراه مع اقترابنا من ربع ساعه الاخير ل